في آخر جلسة من جلسات الأسبوع في تباين في مؤشرات البورصة ما بين الصعود والهبوط، فمؤشر 30 وهو المؤشر الرئيسي بيرتفع في بداية الجلسة بنسبة ضعيفة جدا بنسبة 10%، يستقر عند نقطة 15212 بدافع من شراء الأجانب والعرب والمؤسسات، إلا أن المصريين والأفراد متجهين لجني الأرباح بأحجام تداول ضعيفة جدا حتى الآن.